حضرة الأفوكاتو محتاجة كورسات تمثيل، السقة مش أجمد العتاولة، روجينا بقى في الباي باي، أما جمانة مراد فملهاش في الشعبي. والله بعودها رمضان، الشهر جري بسرعة. وجبة رمضان الفنية السنة دي غير أي مرة، 36 مسلسل بيتنافسوا على لقب الأفضل والأسوأ، بس من كل دول في عدد محدود قدر يقنع الجمهور. كريم عبد العزيز تصدر المشهد من خلال مسلسل الحشاشين، حسن الصباح أقنع النقاد بأنه دايماً رهان كسبان. الظاهرة السنة دي كانت مسلسلات الشباب، الناقد أحمد فرغلي اعتبرها أكبر مفاجآت دراما رمضان وأشاد بمسار إجباري ولحظة غضب اللي قدم أبطاله كوميديا سودة بشكل مميز. أما طارق الشناوي فكان رأيه إن أعلى نسبة مشاهدة وأشغال شقة من أفضل المسلسلات اللي تعرضت في النص الأول من رمضان. نيجي بقى للعتاولة، الموضوع كان ميكس غريب، طارق لطفي وباسم سمرة سحبوا البساط من السقة، لكن محدش ينسى قنبلة الضحك مصطفى بوسريع. بس الناقدة ماجدة خير الله كان ليها رأي تاني، وصفت رقصته الشهيرة المال الحلال هو بالمقززة. وزي ما نجوم تصدروا المشهد بامتياز غيرهم ما قدمش المنتظر، عتبات البهجة ليحيى الفخراني لا تركيب ولا سيناريو، وده اللي قالته ماجدة خير الله. طبعا مش هننسى حضرة الأفوكاتو مي عمر، واللي الناقدة ماجدة خير الله نصحتها تراجع نفسها وتخرج بره عباية جوزها محمد سامي، زي ما الشعبي مش لايق على جمانة مراد. القائمة ما خلصتش، الناقد أحمد سعد الدين انتقد روجينا وسمية الخشاب وريهام حجاج، التلاتة ودعوا السباق من غير لا طعم ولا ريحة. ايه أكتر مسلسل عجبكم؟